كل حال هو ابن كثير ايضا لا يختلف كثيرا عن ابن قيم الجوزية. هو في الحقيقة من ناحية العقائد هو مجسم ابن كثير، من ناحية العقائد مجسم نعم، وإن كان تصريحه بالتدفين أخف وأخفى من تصريح مشايخه، ولذلك فهم يحبون كثيرا تفسيره. يعني لم يأتي تشجيعهم ونشرهم بتفسير ابن كثير على ما فيه من فوائد لا تنكر طبعا من فراغ، ليس ذلك إلا لأنهم لاحظوا أنه يشايعهم في العقائد، وهذا واضح سواء من تفسيرات ابن كثير، من تفسير ابن كثير أو من كتب ابن كثير الأخرى خصوصا في التاريخ الذي ذكر فيه من البلايا يعني عظيمها عظيمها